في الأثناء وصل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي إلى القطاع عبر معبر بيت حانون، حيث سيتكفل بمتابعة مجموعة من المشاريع القطرية وتوزيع المنح على العائلات الفقيرة. كانت اللجنة القطرية قد وقعت في يوليو الماضي مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة تتضمن آلية توزيع منحة المساعدات النقدية المقدمة من دولة قطر لمئة ألف أسرة في قطاع غزة شهريا. معنا الآن من غزة مراسلنا باسل خلف. أهلا بك باسل. إذا زيارة لرئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة اليوم، ضعنا في أجندة هذه الزيارة وما المتوقع على صعيد المساعدات الإنسانية وأيضا ملف إعادة الإعمار؟ سهام، حتى اللحظة لا يوجد أجندة معلنة لهذه الزيارة. السفير وصل في وقت متأخر من الليلة الماضية، وعنوان البحث والحديث في هذه المرة وفي المرة السابقة هو كيف ستدخل المنحة القطرية التي تمتد حتى نهاية هذا العام والتي تأخرت منذ 3 شهور، كان مفترض أن تصرف مطلع مايو أيار القادم، حتى اللحظة لم تصرف. كيف سيتم صرفها وآلية تنفيذ الاتفاق الجديد مع الأمم المتحدة الذي من المفترض أنه بدأ مع نهاية شهر أغسطس الماضي ويتم الصرف لمئة ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة مع قادم الأيام القريبة. هذه الزيارة أيضا تأتي في سياق رغبة الوسطاء ومنهم الوسيط القطري بعودة الهدوء أو خفض التصعيد الجاري منذ أسبوعين على حدود قطاع غزة، سواء بالمسيرات التي تضمنت مسيرات خلال ساعات النهار أو تلك المتعلقة بفعاليات الإرباك الليلي، وكان ذروتها مساء أمس بفعاليات في 5 مناطق على طول الشريط الحدودي أسفر عن هذه المواجهات، استشهاد شاب فلسطيني تم تشييع جثمانه صباح أو ظهر هذا اليوم عقب صلاة الجمعة شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى عدد كبير من الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين، بعضها إصابات في حال الخطر. سياسيا الفصائل الفلسطينية لم تعلق على الزيارة، ولكن كما جرت العادة يلتقي السفير القطري أقطاب من حركة حماس وأحيانا بعض الفصائل الفلسطينية الأخرى. كذلك في السياق تجري اتصالات مصرية وأممية يجري الحديث عنها في وسائل الإعلام الإسرائيلية لعودة الهدوء الذي يضمن استمرارية اتفاق وقف إطلاق النار وتحويله من مربع الهش إلى مربع الدائم، أو على الأقل عدم انجرار الأمور نحو مزيد من التصعيد والتسخين الذي قد يذهب وفق نظر مراقبين هنا إلى جولة عسكرية كتلك التي حدثت خلال 11 يوما منتصف مايو أيار الماضي. باسل خلف من غزة، شكرا جزيلا لك.